بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بروفيسور كريك عبد الواحد، عميد كلية العلوم التطبيقية. بادئ ببدء، نرحب بأبنائنا الطلبة الناجحين في بكالوريا 2024، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في المستقبل، ونتمنى لهم المزيد من النجاحات. ونرحب بهم في جامعة قاسم رباح ورقلة، كليتنا كلية العلوم التطبيقية. كلية العلوم التطبيقية هي كلية في القطب الجامعي رقم 3، وهي ثالث كليات التي تهتم بالعلوم الهندسية في القطب الجامعي رقم 3. كلية العلوم التطبيقية بها 4 أقسام: قسم الهندسة المدنية والري الذي به 3 شعب: شعبة الهندسة المدنية، شعبة الأشغال العمومية، وشعبة الري. وعندنا قسم الهندسة الميكانيكية الذي به 2 شعبة: شعبة الهندسة الميكانيكية وشعبة الكهروميكانيك. وعندنا كذلك قسم هندسة الطرائق الذي به 2 شعبة: شعبة هندسة الطرائق وشعبة التكرير. وأخيرا قسم الهندسة الكهربائية الذي به 1 شعبة وهي شعبة الهندسة الكهربائية. وفيما يخص طلبة سنة أولى المقبلين على الجامعة، عندنا جذع مشترك علوم يسموها شعبة المهندسين، أو جذع مشترك مهندسين فيه فئتان: فئة مهندس بالاختصاص، يعني مهندس في هندسة الطرائق، مهندس عنده 4 اختصاصات: مهندس في هندسة الطرائق، مهندس في الهندسة الكهربائية، مهندس في الهندسة المدنية، ومهندس في الهندسة الكهربائية. وعندنا التكوين في المهندسين الكلاسيكي اللي هو يدخل عنده عامين جذع مشترك، يدخل بالبكالوريا مباشرة مهندس. نستقبل هذه الفئة من طلبة الحاملين لشهادة البكالوريا الجدد. وعندنا كذلك LMD علوم وتكنولوجيا، نستقبل سنة أولى طلبة الجدد. هادو يدرسون عام جذع مشترك في كلية التكنولوجيات الحديثة، ثم يوجهون في السنة الثانية إلى كليتنا لاختيار اختصاص من الاختصاصات التي ذكرتها: الهندسة الطرائق، أو الهندسة المدنية والري، أو الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية. وعندنا عدة فروع. وكذلك يعني هذا الاختصاص كليتنا تهتم كل الطلبة اللي عندهم رغبات وحابين يكملوا في ميدان الهندسة، إما مهندس أو ليسونس وماستر، فمرحب بهم. بطبيعة الحال كليتنا تخرج إما مهندسين أو ماستر أو ليسونس في العلوم التكنولوجية، إذن فهم راح يستقبلهم كل الشركات التي تعمل في مجالات الهندسة، كما شركات مثلا الكهرباء، شركة سوناتراك، شركة المياه، كما لونا، كما كذلك كل ما هي مخابر الجودة، مخابر التي تهتم بالتحاليل الكيميائية، كل ما هذه كامل تدخل في مجالات التي يمكن لمتحصل البكالوريا بعد 3 سنوات أو بعد 5 سنوات أنها تكون سوق للشغل. وكذلك يمكن للطالب أن يواصل دراسته بعد الماستر أو بعد الهندسة، أن يواصل دراسته في الدكتوراه. وكليتنا جميع الأقسام اللي ذكرتها عندنا توفر تكوين في الدكتوراه بالنسبة لنا للطلبة الذين عندهم رغبات بحثية فما بعد. وكذلك كليتنا هي اسمها كلية علوم تطبيقية، عندنا الجانب التدريس ينقسم إلى 3 جوانب: جانب تدريس نظري، تدريس تطبيقي على شكل أعمال تطبيقية، وكذلك عدنا الخرجات الميدانية إلى مختلف الشركات
في مختلف الاختصاصات. وفي الأخير أجدد ترحيبي بأبنائنا وبناتنا الطلبة، ونتمنى لهم إن شاء الله أن ليخيروا جامعة ورقلة وفيما بعد جامعة كلية العلوم التطبيقية. مرحبا بهم وأهلا وسهلا بالجميع، وشكرا لكم.